إذن ينضم إلينا في هذه الأثناء لنقرأ ما يدور في العالم من دبي رائد الخضر وهو كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك دائما رائد، والله يسعد أوقاتك. دعنا نبدأ بالذهب، وما أدراك ما الذهب. رائد، الذهب يعني يحاول من جديد حتى اختبار مستويات 1800 دولار للأونصة، نتحدث عن مستويات جديدة لم يحصلها الذهب منذ فترة طويلة، منذ أغسطس الماضي إلى هذه المستويات. في المقابل مؤشر أسعار المستهلكين يعني أعطى انطباع بأن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة الأمريكية بجانب بيانات مخيبة للأمال صدرت من الصين صباحا. كل هذه الأخبار إلى أي مدى تؤثر في اتجاهات الذهب، وإلى أي مدى تنبئ بنجاح نسبي ربما للسياسة التشددية التي انتهجها الفيدرالي الأمريكي؟ يعني بالنسبة للمتداولين، الأنظار دائما متجهة نحو الذهب لأنه يوفر حركة ونطاق تداول كبير نسبيا بالنسبة لمعظم المتداولين، أو على وجه التحديد سبيكوليترز أو المتداولين النطاق اليوم. بالتالي الذهب حقق ارتفاعات حادة وقوية إذا وصفناها في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي، وأيضا يستمر بنفس هذه الارتفاعات مع تعاملات بداية هذا الأسبوع. الذهب يعني عند أعلى مستوياته منذ أغسطس. هذا الارتفاع الحاد في أسعار الذهب هو بشكل واضح نتيجة ضعف في الدولار الأمريكي الذي كمؤشر يتراجع أمام سلم من العملات بعد التصريحات الواضحة بأنه الفيدرال الأمريكي مقبل على رفعات أقل حجما في الأسعار الفائدة، أي لهجة أقل تشددية من قبل الفيدرالي، وكأنه التضخم أو يعني النمو الاقتصادي بدأ يصبح نوعا ما عبء على الفيدرالي يجب أن ينتبه له بشكل أكبر وليس أن يهمله في كما كان يحدث في الفترة الماضية على حساب النمو الاقتصادي. كان هناك تشديد في السياسة النقدية بهدف مكافحة التضخم. الآن التضخم بدأ يتراجع نسبيا وهذا أعطى أريحية للفيدرالي. الذهب يستغل الفرصة مؤقتا. إذا نظرنا إلى حيازات البنوك المركزية منذ الربع الثالث من هذا العام جميعها ارتفعت على الذهب. أيضا التوقعات بأنه نتيجة السياسات النقدية التي تم اتباعها أن يكون في عندي ركود في العالم بالسنة القادمة تزداد الاحتمالية أكبر وأكبر، وذلك يضعنا أمام ضرورة اللجوء إلى الذهب في الفترة الحالية وممكن في الفترة المستقبلية لتجنب أي أضرار سلبية قد تحدث على الأسواق نتيجة حدوث الركود. نعم رائد، عم نتابع بكل تأكيد ملف بريطانيا وما نترقبه بالنسبة لتصريحات أيضا وزير المالية فيما يتعلق بالسياسة المالية، وأيضا اليوم كان في بيانات من البطالة في بريطانيا أن نمت 3.6%. برأيك هذه البيانات بالإضافة لتوقعات وترقب كيف ستكون سياسة الإنفاق للحكومة البريطانية في الفترة المقبلة، إلى أي مدى ستكون مؤثرة على بيانات التضخم؟ هل سنشهد تباطؤ في معدلات التضخم كما شهدنا في المشهد الأمريكي؟ يعني الأمر نسبي جدا، لا تزال مستويات التضخم مرتفعة نسبيا في المملكة المتحدة، عندنا يعني أكثر من 10.5% كمستويات تضخم بالنسبة للمملكة المتحدة. بالتالي مع أسعار فائدة إذا قارناها بتلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية فهي أقل بشكل طفيف ليست بشكل كبير. بالتالي يوجد ضغط وقلق من الركود الاقتصادي في المملكة المتحدة هو أكبر بكثير من ذلك الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه نحن في عنا مجموعة من البيانات السلبية التي صدرت سواء كانوا ريتيل سيلز أو مبيعات تجزئة، سواء كانوا مستويات التضخم وقراءات التضخم على وجه الإجمال، سواء مستويات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ونتيجة التوتر أو عدم الوضوح الذي اكتنف الأجواء السياسية في المملكة المتحدة مؤخرا، وخصوصا مع تغير رؤساء وزراء بشكل سريع جدا. الآن هانت وزير الخزانة البريطاني من المتوقع أن يعلن عن السياسة المالية للمملكة المتحدة وسياسة الإنفاق في الفترة القادمة، وأعتقد يوجد هناك تغير جذري فيما يتعلق بزيادة الإيرادات وتقليص
الإنفاق، على عكس تماماً ما كانت ليزتراس تسعى لتحقيقه، ولأنه يواكب أكثر واقع الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي. يجب أن يكون هناك إنفاق أقل نسبياً في فترة تشهد فيها ارتفاع في أسعار السلع أو مستويات التضخم. جيد. رأيت أن ننتقل إلى قطاع الطاقة، هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي الذي يتعرض لكثير من الهزات في الفترة الأخيرة، ورأينا الضبابية لا زالت هي تسيطر على الموقف، انخفاض واضح في الخام غرب تكساس يعني بحوالي 4%. بعيد أيضا إرهاصات الخفض التدريجي للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتجديد الفائدة. برأيك ما هي العوامل التي تؤثر على النفط وما هو مستقبله في الأيام القادمات؟ يعني أعتقد البيانات اللي صدرت من الصين اليوم الصبح هي أخي دليل على أنه ليش كان في عندي ضغط على أسواق الطاقة. الذين أكبر مستورد للنفط بدأ يظهر تراجع في كل من مبيعات التجزئة وكذلك أيضا قراءة الاندستريال برودكشن أو الانتاج الصناعي الصيني. كلا المؤشرين صدرات اليوم صباحا بقراءتهما السنوية أقل من المتوقع بشكل كبير جدا، ذلك نظرا إليه على أنه وضع سلبي بالنسبة لسوق الطاقة على وجه تحديد. وكذلك الأمر في عندي مجموعة من البيانات التي أظهرت أنه في عندي توقعات طلب أقل في الفترة المستقبلية، على رأسها أوبك بلس التي توقعت تراجع في الطلب في العام القادم، ذلك ضغط على أسعار النفط مؤقتا. ولكن لا ننسى أنه ضعف الدولار الأمريكي هو الذي يكبح التراجعات الحادة في أسعار النفط، وممكن أن يحقق توازنها على الأقل فوق مستويات 87 إلى 88 دولار للبرميل. أعتقد هذه منطقة بيفوت أو محورية لأسعار النفط في الفترة القادمة. نشكرك رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.